أنه تو في الدورة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أرحب بالسيد الوزراء. طلبت نصف دقيقة فقط لعدم إعطائي نقطة نظام في الأول. وفقط في الظرف هذايا نحب نطلب من كل السادة النواب والسادة الوزراء الوقوف تحية وإجلالا ودعما للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية لكل أعوان وضباط وكوادر الأمن والجيش الوطنيين للعمل الكبير لتفانيهم خلال كل أسبوع اللي مضى ومواجهتهم الخطر وتعريض حياتهم للخطر حفظا لقيام الجمهورية، حفظا لهيبة الدولة وكينونتها، ودعما لتكريس القانون. وشكرا. شكرا سي المهدي. إذا تفضلوا السادة النواب زميلكم يقولكم نقفوا احتراما بأداء جيشنا وأمننا. تفضلوا. شكرا لكم وشكرا للسيد النائب. وتوا سمح